تيجي نعمل اي منظر بينقص ولا حاجه يعني نفك عن نفسينا مثل ما احنا شيماء. يلا بقى بس بقى يا شيماء بس. طب انا هروح. روح. طب شويه كده وشدني حصتنا افضحها من الدريفن. يو امشي. اتجوزت يا اشرف. جابك دلوك حقلي عمال يودي ويجيب وانا مش هستريح غير لما اعرف راسي من رجلي. راسك ايه ورجليك ايه؟ اعمل ايه من عريس؟ اه بس انت عايم على وش الفت اهو ومبسوط وعمال ترقص على ان انت ايه فرحان بجد. شكلك ناويها يا اشرف. انت اتجننتي ولا ايه؟ ما احنا اتفقنا انا وانت في مركب واحد. بس انا مش مطمنه. اللي اتفقنا عليه مش ده اللي بيحصل دلوقتي. اللي اتفقنا عليه ما اقدرش اغيره، عارفه ليه؟ عشان روحي بين ايديكي. روحك؟ من امتى الكلام ده؟ على فكره انا كان لازم اقول لك على حاجه مهمه قوي. قولي وخلصي. البيبي اللي نزل كان ابنك انت. يعني عايشه مش عدوتي انا بس. عدوتك انت كمان عشان قتلت ابني. كان ولدين؟ الله يرحمه. الله يرحمه. واللي خلق الخلق واللي خلق الخلق لو حد عرف الحدوته دي هكون قتلك، فاهمه؟ واسمعيني حقك هيوصلك يعني هيوصلك ماشي.